ارجع لمباراتنا فنيه وتحليليه وبرحب بضيوفي للمره الثانيه. كابتن سلعاوي اهلا بحضرتك للمره الثالثه بقى. كابتن ميشو اهلا بحضرتك للمره الثالثه. اهلا بك يا كابتن. كابتن سلعاوي يعني البعض يقول 20 بونت فارق وتدخل الشوط الرابع بفارق 14 نقطه والجيم يوصل لمأزم في الاخر، هل دي كره السله ولا زي ما انا بقول عندنا اصبح ازمه في الشوط الرابع؟ دلوقتي هنقدر نقول مبروك للنادي الاهلي والف مبروك وهارد لك نادي الاتحاد. مباراه النهارده يعني عشان نتكلم بصفه عامه مباراه جيده بالنسبه للنادي الاهلي وغير جيده بالنسبه للاتحاد السكندري، لم يقدم ما عدا الشوط الرابع. بعد الشوط الرابع نادي الاتحاد الشوط الرابع كان افضل، ادى بجديه والتزام من الشوط الرابع. احنا بالنسبه للنادي الاهلي جت موجه من يعني اختلف الاداء بين الشوط الاولاني والثاني والثالث والرابع. المباراه انقسمت قسمين، الشوط الاولاني والثاني دفاع جيد، تعاون في كل حاجه في الهجوم في الدفاع. الشوط الثالث والرابع عباره عن جزء من العشوائيه زي ما انت حضرتك قلت، موجه من الدلع في الدفاع لكن بمباراه بالنسبه للنادي الاهلي رجعت للنقطه صفر تاني اللي احنا كنا عايزينها من بدايه البتاع. دلوقتي صفر صفر ولسه قدامنا ثلاث مباريات. النادي الاهلي لازم يعيد حساباته بالنسبه للشوط الرابع، لان الشوط الرابع احنا خسرين ما يقرب من 15 نقطه.